صبيحة اليوم إلى عملية الملاحقة الأمنية لوكارة الجريمة بحي محي الدين في الجزائر العاصمة، حيث قامت فجر اليوم مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر بحي محي الدين الشعبي ببلدية سيدي محمد بعملية نوعية في إطار مكافحة أوكار الجريمة. قامت بتوقيف أكثر من 10 مجرمين اعتدوا على المواطنين أو اعتادوا على الاعتداء على المواطنين بمختلف الأسلحة البيضاء والكلاب من عدة أنواع. المداهمة تم على إثرها أقول حجز العديد من الأسلحة البيضاء وكذلك حجز عدد من الكلاب المستعملة في الاعتداء على المواطنين. وقامت مصالح الأمن بعملية تمشيط الحي بهدف القضاء على كل أوكار الجريمة بهذا الحي. تليفون